اهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم هو المجتمع. لاحظنا مؤخرا ظاهره منتشره جدا، هي ظاهره العصر، هي انشغال كل فرد او بعض الافراد بغيرهم. عشان كده احنا حبينا النهارده يكون معانا فضيله الشيخ محمود ابراهيم العسوي، امام وخطيب بوزاره الاوقاف المصريه. اهلا بحضرتك يا فضيله الشيخ. حياكم الله استاذتنا الفاضله، حياكم الله استاذ عمر. اهلا وسهلا بك فضيله الشيخ. حياكم الله جميعا. احنا النهارده يا فضيله الشيخ حابين نعرف ازاي الناس بتخوض في اعراض بعض بدون ما يعلموا، ازاي ممكن يتكلموا على بعض بدون ما يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إذا نظرنا إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، نجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حركاته وسكناته، كانت تدعو إلى الاعتصام وعدم التفرق والتشرذم. فقضية الخوض في أعراض المسلمين هذا يفرق شمل الأمة ويشرذم الأمة ويفرقها، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، موضحا في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تدعو كلها إلى عدم الخوض في أعراض المسلمين، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، حينما ذكر صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فقالوا: وما هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثم نذكر ما بينه الله تبارك وتعالى في ذم هؤلاء الذين يخوضون في أعراض المسلمين، فقال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يفتح عليك، جزاكم الله كل خير. عايزين نعرف من حضرتك ايه الامثله للاشياء اللي ممكن تعد خوض في الاعراض، لان ممكن الناس تكون عايشه حياتها عادي ومش واخده بالها، فنحاول نعرف الناس اكتر ايه الامثله دي. الامثله في الخوض في الاعراض المسلمين ما اجمله النبي صلى الله عليه وسلم تارة، وما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم تارة اخرى. اذا نظرنا الى الغيبه والنميمه، الغيبة والنميمة ذمها الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج إلى السماوات السبع في رحلة المعراج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس يخمشون وجوههم بأظافرهم، وأظافرهم من نحاس، فسأل سيدنا جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يخوضون في أعراض الناس وينمون عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك بتعرفنا جزاءهم إيه عند ربنا؟ جزاء الذين يخوضون في الأعراض؟ جزاء الذين يخوضون في أعراض المسلمين
الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ونذكر مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتتبعوا عورات المؤمنين، فإن من تتبع عورات المؤمنين أو كما قال صلى الله عليه وسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف بيته. فجزاء الذين يخوضون في أعراض المسلمين في الدنيا أن الله تبارك وتعالى سيفضحهم في الدنيا قبل الآخرة. يا الله. طيب كيف بقى يتجنب المرء الخوض في الأعراض؟ هناك أشياء كثيرة يتجنب بها المرء الخوض في الأعراض. من ضمن هذه الأشياء التي يستطيع بها المرء أن يتجنب الخوض في الأعراض أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وفي كل سكناته. عندما يقرأ من كتاب الله وينظر إلى عقوبة الذين يخوضون في أعراض المسلمين في الدنيا والآخرة ويتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أعده الله تبارك وتعالى، ما أعده الله عز وجل من الوعيد والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، بهذا يتجنب المرء الخوض في أعراض المسلمين. ثم بعد ذلك عليه أن يتذكر ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من الجلوس في الطرقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من عدم الخوض في عرض أخيك المسلم. كيف ذلك؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعلمنا أن الذي يتتبع ذلك سيأتي يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، إن المفلس الذي ليس له درهما ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كجبل تهامة، ولكنه قد سب هذا وشاتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى فنيت حسناته فطرح عليه من سيئاتهم، فلا تبقى له أعمال صالحة يوم القيامة. كما طب فضلت الشيخ، إزاي نتعامل مع الذين يخوضون في عرضنا؟ نعمل إيه؟ أو رد فعلنا يكون عامل إزاي؟ رد الفعل عندما نجد أناسا يخوضون في أعراضنا نتذكر ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والنور كما أخبر علماؤنا المفسرون هو النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه؟ يأتيه سيدنا جبريل عليه السلام ويقول له: يا نبي، يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإجلال والإكرام، ثم يتلو قول الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نتذكر ما كان يصنعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع مصطح ابن خالته حينما تكلم مصطح ابن أثاثة في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وعلم بذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وغضب سيدنا أبو بكر عما صنعه مصطح ابن أثاثة مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه.
أصر سيدنا أبو بكر، وكان سيدنا أبو بكر ينفق على مصطح ابن أثاثة، كان ينفق عليه، أصر عندما رأى أن مصطح تكلم في شأن ابنته قال لا أنفق على مصطح مرة أخرى. فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جزاكم الله عليك خير. يا شيخ جزاك الله كل خير. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين. ما شاء الله. يعني ما كانش عايز سيدنا، كانش سيدنا أبو بكر هينفق على مصطح ابن أثاثة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات البينات، حتى قال الله عز وجل فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعندما سمع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما قاله الله تبارك وتعالى زاد عما كان ينفق على مصطح ضعفا. جزاك الله كل خير. حضرتك تميزت في الفتوى وأصبحت إمام مسجد وسافرت برا الإمارات واختصاصك العلوم الشرعية، بس إحنا شفنا حضرتك متميز بصوت جميل في الابتهالات والتواشيح الدينية وموجود في أغلب المناسبات الدينية. إحنا حابين نسمع حضرتك النهاردة تحت أمرك وننهي بيك الحلقة. جزاكم الله كل خير. محمد رسول الله، صلى الله عليك وسلم، عليها نحيا. إن شاء الله عفوك ورضاك يا رب، إني سألتك يا ولم يكن في الكون غيره معوانا، أنت المغيث، أنت المغيث، وأنت الله ذو فضل ومدد. لا زلت بالفضل والإحسان ترعانا، رب الوجود، رب جل الكريم